أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى أخبار اليوم. سؤال اليوم عن حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم، يعني المبتلين بالسكر نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعجل بالشفاء لكل مريض، هل يجوز لهم أن يأخذوا إبرة الأنسولين حتى أثناء الصيام؟ طبعا هذا يختلف من حالة إلى حالة، فبعض المبتلين بهذا المرض يمكنهم أن يأخذوا إبرة الأنسولين مع أذان المغرب مباشرة وبهذا لا يتناقض مع الصوم، وبعضهم يشترط له الطبيب مثلا أن يأخذ إبرة الأنسولين قبل الإفطار بنصف ساعة أو ما شابه ذلك، هذا إن أخذ إبرة الأنسولين أثناء صومه لا يعد بذلك مفطرا، لأن هذه الإبرة ليست طعاما وليست شرابا وليست في معنى الطعام أو الشراب، كما أنها لا تدخل من منفذ طبيعي اللي هو الفم والأنف، لذلك أخذ إبرة الأنسولين أثناء الصيام ليست مفطرة، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.